فيربال فريكونسي درايف ممكن تشتغل بشكل كبير. هلا لما بنقول فيربال فريكونسي درايف احنا فعليا عم نحكي عن اي سي تو دي سي uncontrolled وبعدين دي سي تو اي سي باستعمال بي دبليو ام. والشكل بيكون اني باخذ هون 3 فيز 3 فيز بدخله على uncontrolled rectifier 6 pulse rectifier uncontrolled. فما راح احط على هدول مش اس سي ارز، راح يطلع معي دي سي من هون، وهدول الثري فيزز راح يدخل فيز هون وفيز هون وفيز هون، هذا راح يطلع معي بلس ماينس، وهدول هون الثري فيزز سميهم ار اس تي او اي بي سي. وهذا 6 بلس ركتيفاير راح يبين معي هون 1 2 3 4 5 6، فهذا هون 6 بلس uncontrolled rectifier. هون عندي كاباستر عشان يعمل فلترينج للاوتبوت من هون. هي اول ستيج اللي هي اي سي تو دي سي. بعدين بناخذ هذا الدي سي اللي موجود هون بندخله على 6 بلس انفرتر باستعمال اي جي بي تيز. هاي الستيج الثانية الارم الثانية وهاي الارم الثالثة. هاي الدي سي هذا هو اللي بدخل هون، والدي سي هذا بيطلع عندي 1 2 3. هدول هون بستعمل بي دبليو ام بلس ويت موديليشن. البلس ويت موديليشن بس بتغيير الموديليشن اندكس وفي عندي كارير فريكونسي واوتبوت فريكونسي. إذا بتغيير الموديليشن اندكس هون بالبي دبليو ام بتغيير الكارير فريكونسي والاوتبوت فريكونسي بقدر اطلع فريكونسي جديده. مش هدف الهدف اسمه فيربل فريكونسي درايف. فاذا بدنا نفكر بهذا السيستم كله ككل كانه دخل عندي 3 فيز على فريكونسي ثابته اللي هي مثلا 50 هرتز او 60 هرتز 3 فيز. هاي الفيز الثاني وهي الفيز الثالث، وطلعت من هون 3 فيز تقريبا ساينوسويدر راح يكون لان راح استعمل هاي كارير فريكونسي، وهون راح يطلع معي 3 فيز، هي 1 هي 2 وهي 3، بس هون الفريكونسي هذا هو الهدف من كل السيستم. دخلت فولتج من هون، دخلت فولتج من فريكونسي، وكمان راح اغير من هون الفولتج بتغيير الفولتج راح اغيره بتغيير ايش؟ موديليشن اندكس، والفريكونسي راح اغيرها بتغيير ايش؟ الاوتبوت فريكونسي. شو الهدف من الكارير فريكونسي؟ برفع الكارير فريكونسي عشان تخفف الهارمونكس الموجوده في الاوتبوت. اوكي متذكرين بالباور الكترونكس حكيناها في الباور الكترونكس. الموديليشن اندكس بغير عندي الفولتج. الاوتبوت فريكونسي بتغير عندي الاوتبوت فريكونسي اللي هون اللي هي بدي اياها 25 هرتز 30 هرتز 35 هرتز من 0 ل 65 هرتز مثلا. او عاده من 1 بلش نبدا من 0. واحد مثلا من 1 هرتز ل 65 هرتز بقدر اغير هاي الفريكونسي. هون دخلت عندي الفريكونسي 50 هرتز. هذا السيستم كله كل هذا هو الهدف منه. هاي مرحله بس انتقاليه، هاي انترميديت ستيج عشان اولد دي سي. فمن الاي سي ولدت uncontrolled rectifier. uncontrolled rectifier يعني فيش في اس سي ارز، يعني ما بغير الفايرنج انجل على الاس سي ارز. بيطلع معي من هون دي سي. الدي سي ما بيكون بالضبط بيور دي سي، في شويه اي سي بسبب ال 6 بلس ركتيفيكيشن مضبوط.
هذا الكاباستر بيساعدني اني اعمل عليه فلترنج واخفف من الاي سي كونتنت اللي موجود. بعدين باخذ هذا الدي سي وبعمل سويتشنج على 6 بلسز، هذول 6 اي جي بي تيز. ال 6 اي جي بي تي ايش لازم يكون امبارلل مع كل واحد فيهم؟ لازم يكون في دايت. مش راح ارسمهم كلهم، بس كلهم هذول لازم يكون في امبارلل معهم دايت عشان يتحولوا لباي دايركشنال سويتشز. ببدا بعملهم، بستعمل البلس فيت موديليشن، بغير الموديليشن اندكس عشان اغير الفولتج، وبغير الاوتبوت فريكوانسي عشان اغير الاوتبوت فريكوانسي اللي هون، والكارير فريكوانسي بحطها على فريكوانسي عاليه عشان هذا يكون المحتوى الهارمونكس فيه قليل، لان الهارمونكس هاي بتاثر بشكل سيء على المحتوى. هلا هون تغيرت عندي الفريكوانسي، فايش راح يتغير؟ لما غيرنا الفريكوانسي اذا السينكرونس سبيد راح تتغير، لانه السينكرونس سبيد بتساوي 120 في اف على بي، بي كونستانت. بس ايش تغير عندي هون؟ غيرت اف، لما غيرت اف تتغير معي السينكرون سبيد، ولانه السينكرون سبيد تتغير، اذا بدي ارسم سبيد تور كيرفز الان لهذا الديفايس، ومعي هي مثلا اول سينكرون سبيد نفترض انها 50 هرتز مثلا، الفريكونسي 50 هرتز، فالسينكرون سبيد اللي تتناسب مع 50 هرتز، بس اذا نزلت ل 40 هرتز مثلا ممكن ينزل معي هيك، فرضا هاي 40 30 عادة بقدرش انزل اكثر من حوالي 10، هي هون 5، هي 20، هي 10، هي 30 5. هذا بيختلف شكله عن شكل الفاريبل فولتج. كيف كان شكل الفاريبل فولتج؟ كان هاي نفس النقطة مظبوط؟ كانت هاي هيك وهاي هيك. هذا هون ايش غيرنا؟ غيرنا الفولتج، هون غيرنا الفريكونسي. فهذا هون مثلا اذا عندي لود راح تصير تتغير الفريكونسي، تقاطع نقطة التقاطع هي نقطة الستابيليتي، فبيصير تغير اللود بهذا الشكل. نعم. ستارتنج تورك والاوت من غير الفريكونسي كيف بتأثر؟ هون استطعنا انه نحافظ على جود ستارتنج تورك. هون ضعف ستارتنج تورك. بس لاحظ هذول عم برجعهم وين برجعوا؟ برجعوا تقريبا بنفس المكان، فبقدر احافظ على جود ستارتنج تورك، وهذه ميزه الفاريبل فريكونسي درايف، ولذلك الدرايف الان اللي مستعمل اذا بدي استعمله طول الوقت اعمل ستارتنج واغير الفريكونسي واضل شغال طول الوقت، الفاريبل فريكونسي درايف دائما مشبوك مع اللود، بستعمل فاريبل فريكونسي درايف، بيقدر يعطيني جود لو فريكونسي كاركترستكس، هذا هون ضعيف جدا. حتى الريجوليشن ضعيف، لو عندي لود هون لو غيرت الفولتج تغير بالسبيد قليل جدا مظبوط. لاحظوا هون اذا عندي لود وغيرت الفريكونسي شوفوا قديش تغيرت الهاي، عندي تغير ممتاز بالسبيد. ولذلك عاده السوفت ستارتر غير بالفولتج درايف ما بستخدمه كفاريبل سبيد درايف، بستخدمه بس كستارتر، هذا بستخدمه كفاريبل سبيد درايف طول الوقت. كل ما غيرت الفريكونسي، ولاحظوا هون الاكسس ايش حطيت عليه؟ بطلت احط عليه ان، شو صرت احط عليه؟ اف. ففي لغه الفاريبل فريكونسي درايف لما بتحدث بلغه فاريبل فريكونسي درايف او ببرمج الدرايف، مرات انا بعرفش قديش عدد البولز او مش متاكد قديش عدد البولز، بايش اي لغه بحكي؟ نحكي بفريكونسي. فاذا كانت الاصلا الفريكونسي الاصليه 50 هرتز وحطيت 25 هرتز، فكاني عمالي بقول بدي امشي على نص السرعه الاصليه تبعي، بصير احكي عن سرعه بدلاله فريكونسي، بقول 10 هرتز، بقول مثلا 5 هرتز، انا عارف انه 5 هرتز راح تتحول عن طريق هاي المعادله ل ار بي ام، بس هون ما دام بي كونستنت وال 120 كونستنت بقدر احكي عن ان واقصد فيها اف، وبقدر احكي عن اف واقصد فيها ان، اوكي ايكويفالنت للاثنين هذول.